مشاهدينا وصلنا لآخر محطاتنا الصباحية لليوم وأيضا مع الشعر. خلونا نتفق جميعا أنه الشعر هو كلام غير عادي بيقوله شخص غير عادي. اليوم مثل ما عم نشوف بهي الأيام أنه كتير أشخاص أصبحوا شعراء أو قدروا أنهم يكونوا شعراء، لكن هذا الأمر يمكن مو كل أي شخص يستطيع أنه يكون شاعر. الشاعر هو اللي بيعبر عن عواطفه، عن وجدانه، عن انفعالاته، عن تجاربه الشخصية، تجاربه الذاتية ممكن من خلال الكلمة. اليوم بحديثنا الصباحي أو بآخر محطاتنا الصباحية لليوم رح نحكي أكثر عن الشعر وعن مراحله التاريخية مع ضيوفنا اللي صاروا معنا بالاستوديو، ضيفتنا الشاعرة انصاف عبد الباقي وأيضا ضيفنا الأستاذ إبراهيم جودية باحث في التاريخ. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا ست انصاف، أهلا فيك يا حبيبتي، الله يخليك. أستاذ إبراهيم كيفك؟ شو هالزي الجميل هذا، يعني تراث السويداء الحبيبة، يعني دائما نحن من ميل نشوف أشخاص لابسين هذا الزي الجميل. يعني بدي صبح عليك ببداية، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا فيك. اليوم قبل ما نروح معك بحديث الشعر ونحكي عن هي التجربة الجميلة، بدنا هيك تصبيحة من حضرتك من السويداء إلى دمشق بصوتك. صباح الخير للإخضرية السورية، صباح الخير لشمس سوريا، صباح الخير للكلمة الحرة، صباح الخير لكل كوادر الإخبارية السورية، صناع المواقف وصناع الكلمة الطيبة والكلمة نحملها نحن وإياكم وهي مسؤولية. سامع صوت المطر؟ يسعد صباحك. الله يبعث الخير. صوت المطر صار كتير قوي اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك بالبداية نتعرف على حضرتك، من أيمت امتلكتي موهبة الشعر؟ من شجعك على هذا الشيء؟ وهل في حدا من العائلة عنده هاي الموهبة؟ أنا مربية أجيال، صلب عملي بخليني يكون عندي حصيلة لغوية كبيرة، وهي الحصيلة اللغوية الكبيرة إذا وجدت موهبة الشعر تسقل هذه الحصيلة اللغوية، تسقل هذه الموهبة. فولدت موهبة الشعر، أو بالأحرى موهبة الكتابة، خلينا نقول الكتابة، من خلال عملي. وأنا بعتز أنه أنقل مشاعري وأحاسيسي وكل ما يحيط بي لأترجمها كلمة وأسقل هذه الكلمة بجمال وواقعية وروعة الحرف. أكيد ست أنصاف رح نرجع لعندك تكون حضرتينا هيك شعر من إلقائك لنسمعه مع بعض، وخلينا ننتقل عندك أستاذ إبراهيم. صباح الخير لإلك عن جديد. يعني الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نروح لعروبتنا هويتنا وهذا المهرجان الوطني ولعنوان جدا جميل، سوريا في قلب السويداء. نحكي عن المهرجان بشكل عام، دورك ضمن المهرجان. حياكم الله. أهلا وسهلا. وشرف كبير أن أتواجد في الإخبارية السورية. تحية لكوادرها وجميع العاملين بها. جئناكم من شموخ جبل العرب. أهلا وسهلا. ومن بزلته إلى قلب دمشق، الدنيا النابض، دمشق الخير والجمال. العنوان ملفت كما تلاحظون. نعم. والمهرجان حالة وطنية تنعش القلب والذاكرة والوجدان الوطني، وتنبئ الجميع أنه جبل العرب والسويداء والعدة الوطنية السورية حاضرة في قلوبهم ووجدانهم. نعم. المهرجان جمع معظم المحافظات السورية من الرقة وحما والساحل العربي السوري وحوران ولبنان والعراق. ورواد هذا المهرجان تحدثوا عن القيم السورية، عن العدة الوطنية السورية، عن المقاومة السورية، عن الصمود والتحدي السوري عبر التاريخ. الله. هذا هو عنوان المهرجان. وكل الشكر والتقدير ومن هذا الاستوديو لصاحب المهرجان أولا شاعرنا الكبير أنيس ناصر، والأستاذة أنصاف عبد الباقي التي استضافت ووجهت الدعوة وكانت المشرفة والمبرمجة لفقرات هذا البرنامج الوطني بامتياز. الله يعطيكم ألف عافية. بدنا نرجع يعني كنت أود أن يعني نشاهد بعض الفقرات التي سجلت، كيف تم الاستقبال، القصائد الشعرية، الاهتمام،
الحالة الوطنية، التاريخ السوري المعاصر، وقائع الثورة السورية الكبرى التي أذلت أكبر دنيا آنذاك، أكبر جيش بالدنيا القوات الفرنسية، أذلت كما تعلمون جميعا في الجغرافيا السورية في أراضي جبل العرب، وهي عبر ودروس لجيل اليوم. إذن لم تكن وطنية جديدة في هذه البلاد، الدماء النقية طهرت كل التراب السوري، والحديث شيق حول هذا الموروث، الموروث السوري بامتياز من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الساحل إلى دير الزور. نعم. هذه البقعة الغالية من الأرض الوطنية الطاهرة، تحية من هذا المكان إلى كل محافظات سوريا. أكيد. هي الرسالة، هي رسالة المهرجان، المحبة واللحمة الوطنية والحالة الوطنية الراهنة والتحدي للواقع ورياح السموم. نرجع لعندك ست أنصاف، شو حضرت لنا هيك شعر؟ خلينا نسمعه. أنا قبل ما أحضر لك شعر، أنا تواقة لأني ألقي الضوء على المهرجان. فضل. يعني فضل. الهدف من المهرجان، أنا الدعوة تمت أنه لتغطية فعاليات المهرجان. نعم. المهرجان أنا حضرت ببسيلي، مهرجان بسيلي كان صورة رائعة وراقية لجمع رواد الحرف، وجمع رواد الحرف تحت غطاء سورية، تحت غطاء سورية الوطني. فأنا استوحيت من مهرجان بشيلي، وقمت بدعوة الشعراء من عدة أقطار عربية ومن عدة محافظات سورية. حلو. والهدف كان، هدفي من هذا المهرجان اللي كان تحت عنوان عروبتنا هويتنا، سوريا في قلب السويداء، السويداء في قلب سوريا بحب سوريا. حلو. وأنا ما عملت هذا المهرجان إلا لتوثيق اللحمة السورية بين المحافظات عامة وبين الدول العربية. والإيحاء كان من مهرجان بشيلي اللي كان بإدارة خينا وصديقنا فائز خنسة، ومشكور على اللوحة الوطنية اللي قدمت، واحتذينا حذوهم وقدمنا لوحة وطنية بامتياز. هاي اللوحة حملت عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، وكنا كلنا تحت غطاء الوطن وقائد الوطن. يعطيكم ألف عافية. الله يخليكي ويسلمك. ورح سمعك شعر. حسنا نحن هيك عنا فضول نسمعك ست أنصاف. هلا حبيبة قلبي. هاد منقرأ شيء قريناه بقلب المهرجان أو شيء بتحبي على ذوقك. بدي شيء أنت تكوني مرتاحة فيه. طيب تفضل. أنا العنقاء، أنا العنقاء يا سادة، أبحث عن رجل خارج الوسادة، أبحث عن رجال وطنهم عبادة، سوريا، سوريا وطني متربع على القمم لا يحتاج شهادة. أنا العنقاء يا سادة، ما فعلوه بسوريتي فوق العادة، أتكور بين أرضه وسمائه ساجدة يحميه ربي ولا أبغي زيادة. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا منارة الحقب؟ أصرخ وصوتي يسبق خطواتي، أنا العنقاء للعلياء تسبقني مساماتي، أنا العنقاء يا وطني، أنا العنقاء يا وطني، أجرد حسامي وأتبعك وأمسح دمعا غافيا في مدمعك. نحن خنساواتك، نحن خنساواتك يا وطني، صانعات أبطالك دودا عن تبري ثراك، لن نهرب منك، لن نهرب منك إلا إليك. عشقك اقتحم أسوار قلبي، أسبح في فضائك، أحلق وأخفي آهات قلب أصبحت جمرات. لن تصبح أرواحنا للمآس زكاة، ولن تقام في معابدنا للظلم صلوات. لن تقيد معصما مقيدا بعشق الوطن والحريات. نكسر القيد، نحطم الخوف، مستحيل يا وطن اغتيالك، مهما قست علينا الحياة، مهما قست علينا الحياة.
يسلم هالكلمه. شكرا لك وتحيه اكيد لكل خنساوات سوريا بالسنوات الماضيه. رح نرجع لعندك ولكن ما فينا، الشعر دائما مرتبط بالتاريخ. نعم صحيح اكيد. واليوم التاريخ يعني بنرجع من ذاكره التاريخ لذاكره شعراء جدا مهمين مرقوا بحياتنا. اليوم قد ايه مهم دور التوثيق، وحضرتك باحث تاريخي يعني بموضوع الشعر. دائما الشعراء فرسان الكريمه وثقوا التاريخ صح صراحة، ولولا الشعراء لفقدنا كثير من الوقائع، خاصة في تاريخ سوريا القديم أو أثناء المواجهات مع الاستعمار العثماني والفرنسي. لكن القصيدة المتميزة للأستاذة أنصاف عبد الباقي حفزتني لأترحم على العدة الوطنية السورية، الموروث السوري الرائع، بدءا من قائد ثورة الساحل الشيخ صالح العلي، والذي قال لم نستسلم للفرنسيين، الشهيد البطل يوسف العظمة بطل ميسلون وزير حربية يترك المكتب ويذهب لكي يستشهد على بطاح ميسلون لكي لا يتحدث التاريخ عن نزهة الفرنسيين إلى دمشق، كم كان كبيرا وزير الدفاع، وقال كلمة مأثورة: لم يعبروا إلا على أجسادنا. القائد العام للثورة السورية الكبرى، إلى السلاح إلى السلاح يا أحفاد العرب الأمجاد. لندقق قليلا في هذا العنوان، كان بحاجة إليه اليوم إبراهيم هنانو قائد ثورة الشمال عندما قال سنحارب الفرنسيين في كل مكان، وكانت رحلة العذاب من حلب إلى جبل إلى الأردن. المطران كبوتشي ابن هذه الجغرافيا، ابن سوريا، ابن مدينة حلب، تعلمون حضراتكم عندما دخل قاعة الأمم المتحدة 2014 له كلمة رائعة جدا أثارت الرأي آنذاك، ودخل بالقوة إلى قاعة المؤتمرات: لم أدخل قاعة الأمم إلا تحت ظلال علم الجمهورية العربية السورية. إذن هذه العينات من الموروث السوري يجب علينا الاحتفاظ بالتوثيق الدقيق لهذه الشخصيات. هون دوركم استاذ ابراهيم، هون دوركم للتذكير وتوثيق هدول التذكير. نعم. الاجيال هنا دور الشعراء، كتاب، باحثين، وزارة الثقافة، وزارة التربية، يعني توثيق وتدريس هذه المسائل، موروث سوري، شخصيات سورية عملاقة تركت بصمات مشعة بيضاء في تاريخ الوطن السوري، علينا ان نهتم بها من خلال الشعر كما تفضلتي، ومن خلال الأدبيات، ومن خلال الجامعات والتعليم في المدارس، وخاصة وزارة التربية والتعليم. صحيح، كل شخص من موقعه. أستاذ الثورة السورية التي أذهلت الدنيا وقضت على أكبر تجمعات الفرنسيين، وتحمس لها الشعراء والكتاب وأصحاب الرواية، يعني نلاحظ أنه لم يكن هذا يعني ذلك الاهتمام بهذه المنظومة من الحراك الثوري التي أدت إلى الاستقلال. صحيح، اليوم مثل ما بنعرف كل شخص من مكانه ومن منصبه ومن دوره قادر ليقول كلمته وليدافع فعلا وليوثق التاريخ. استاذه انصاف، خلينا نرجع لعند حضرتك، خلينا نحكي اليوم موقف المتلقين من الشعر، كيف بتشوفي العلاقه بين الجمهور وايضا بالشعر بهي المرحله؟ هل صار في تغييرات او صار ما عاد في متابعه مثل ايام زمان؟ اليوم كثير عم نشوف اشخاص يمكن عم يلقوا شعر بس بطريقه عاديه، انه هم ما عم يمتهنوا هذا الشعر بالمعنى الحقيقي للشعر. بيختلف الشعر من شخص لآخر. طبعا الشعر ابن هاي البيئة، والشاعر مرهف الحس، وما يحصل في وطننا اليوم حافز، حافز للشعراء، حافز للكلمة. والشعر عم بيعبر عن معاناتنا سواء الداخلية أو الخارجية. بالنسبة لاستساغة الشعر والاستماع للشعر، الشعر اليوم من قسوة الظروف وانشغال الناس بالبحث عن لقمة العيش ما عاد وقته يسمح للمتابعة، ولكن له عشاقه، له عشاقه وله مهتمين فيه. والشعر عم بيعبر عن حالاتنا، عن حالاتنا الاجتماعية الوطنية النفسية، يعني عم بيحكي عنا، فلا له مستابعين وله مهتمين فيه. اما مقارنه بما سبق لا، في قله، في اختلاف، في قله.
طيب احنا من العالم المقلة بنحب نسمع مع هذا صوت المطر الجميل، خلينا ناخذ شيء من حضرتك مره ثانيه، نسمع شيء بصوتك. كاتب تيشي وانت مرتاحه في اهلا فيك. اوتاد الارض، ماذا دهاكم يا عرب؟ ماذا دهاكم يا عرب؟ هل نحضر افلاما هنديه؟ سحق البشر والحجر دون كلام، العالم يتفرج وينتقد بسراب وأوهام. كارثة عربية حقيقية وليست خيال، سكان غزة تذبح كأنها قربان، أبطال غزة شيبها شبابها والأطفال. لا تليق بكم الأرض، لا تليق بكم الأرض، السماء لكم أوطان. غزة اصبري، لبنان اصبري، يا أيقونة الإيمان صنعتم المعجزات، لا ترفعوا بضرايات حجارة الشوارع والأرصفة والعمارات. فتت بين أيديكم قنابل لسحق الطغاة، يا خنسوات حفاة لطريق النصر معبدات، معبدات صدور عارية تحديتم وحققتم الانتصارات. عزلوك عزلوك وشعبك قطاع غزة، وحبكوا عليك المؤامرات. صبرا صبرا يا ولادة الأبطال، يا زارعة الرجال، فالنصر آت. أعشق الكتابة وأتقن فنها بكل اللغات، لكن يا غزة أستحي أستحي أن أمسك القلم وأيديكم على الزناد، أشاطركم الجوع والتشرد والصعوبات. تسقط حروفي تسقط حروفي عاجزة، وسماؤك تمطر دماء شهداء، وأرضك تبرق وترعد تتحد ودفاعات. اصبري اصبري، صراخك يصم الآذان، دعونا نموت ونحيا على شوارعها وأرصفتها، من تحت الركام نزغرد، لن نرحل. هذه فلسطين ولادة الأبطال، شعب أعزل لكنه يزلزل، لن نرحل لن نرحل. تسلم هتم، وتحيه اكيد من قلب السويداء ومن قلب سوريا في فلسطين الحبيبه. نحن بانتظار كتابه قصيده النصر اذا الله راد. ان شاء الله قريبا ان شاء الله قريبا ان شاء الله. استاذ ابراهيم، بدنا نرجع لعند حضرتك. اليوم الشعراء واغلب الشعراء، ومثل ما بنعرف تعودنا دائما الشعراء عندهم انتماء للوطن، لكن في بعض الشعراء بيكون ما عندهم هذا الانتماء، كيف بتشوف هذا حضرتك من خلال البحث في التاريخ وتوثيق التاريخ؟ اليوم الشاعر اللي بيلقي الشعر أو بيلقي كلمة بدون أي انتماء لوطنه؟ مباشرة أمام هذا السؤال الرائع فورا تذكرت الشاعر العربي، شاعر العروبة، الشاعر الكبير رشيد سليم الخوري، أو الشاعر القروي أطلق عليه شاعر العروبة في الاغتراب بأمريكا اللاتينية، نظرا لقوميته وعروبته وافتخاره بالحركات الوطنية. الشاعر القروي مدرسة في الوطنية والعروبة. إذا لم يكن الشاعر متوافقا بأشعاره وإبداعاته وكلماته مع الوطنية الخالصة ومع الدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية، لم يكن شاعر، ولا يسمع له ولا يسجل له التاريخ أي شيء. مباشرة عندما تحدثت بهذا السؤال المتميز فورا الشاعر القروي. لماذا؟ لأنه شاعر عروبة، أشعاره كانت من يعني مدرسة متقدمة بالارتباط بالأرض والكرامة الوطنية. لكن إذا سمحتوا لي ونحن في يعني بالإخبارية، الصوت السوري الرائد، الصوت السوري الحر، الوطني الغيور، فقط أنه الدنيا بخير والوطن بخير من خلال المهرجانات التي شاركنا بها، إن كان في داخل محافظة السويداء أو خارج محافظة، في القلمون أو سهل غاب أو لبنان أو العراق، نلاحظ هناك جاذبية من كبار المثقفين والشعراء والكتاب. هذه حالة وطنية متميزة. عندما تحضرين يعني المهرجان ونلاحظ الاستقبال والكرم والشجاعة، وأحيانا الخلاف على
على من سيستقبل الضيوف في كل مناطق سوريا، ليس حكرا على منطقة واحدة. فهذا هذه الحالة يعني تنبئك إن الوطن بخير وجغرافيا سوريا بخير. وأقولها بكل جرأة وشجاعة وصراحة، الشهداء الذين ضحوا بدمائهم النقية الطاهرة في الحركات الوطنية والثورات السورية، اليوم الأحفاد والأبناء، أبناء هؤلاء الغر الميامين وأحفادهم، هم الذين واجهوا الإرهاب الأسود والأعلام السوداء على تخوم كل مناطق سورية. هذه حالي يعني حالي متميزة بالتاريخ. الأبطال دائما تولد الأبطال. أكيد اليوم 5000 شهيد بطل بالثورة السورية الكبرى، اليوم الأبناء يواجهون الإرهاب في كل زوايا الوطن السوري باعتزاز بشهادة أكيد آبائهم وأجدادهم. يعني اليوم هي الذاكرة الوطنية أستاذة. نعم صح. نعم. اليوم هيك نورتوا صباحنا، أضفتوا شيء جميل بالكلمة الحلوة وبالذاكرة الحلوة من خلال أستاذ إبراهيم، رجعنا هيك من خلال ذاكرته لأعمال كتير حلوة. ست أنصاف نورتي صباحنا اليوم، كنا نتمنى هيك الوقت يكون أكثر لنستمتع بهي الكلمة الجميلة. بدي أتشكر حضورك اليوم أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك. تحية من خلالكم لكل أهلنا سعداء اكيد. يعني شكرا لكم، بارك الله فيكم، صباح اهلا وسهلا. نحن سعداء بالاخباريه السوريه، انا مبسوط بحضراتكم معنا، اهلا وسهلا فيكم نورتنا والوطن للجميع. اكيد واهلا وسهلا بكم في السويداء. اكيد اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله هيك صباحات ثانيه حيكون لنا لقاء. يسعد صباحكم، شكرا لكم لاضاءتكم القيمه، كلكم ذوق، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. حي الله فيكم، الف شكر لكم.